سورة الفجر. The dawn. راضية. Well pleased. عذاب. Punishment. حب. Love. بماذا أقسم الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الفجر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. من عاقب الله لما يطغى وكثر الفساد في البلاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد. ماذا يحب الناس أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ وتحبون المال حبا جما. كيف سيعاقب الكافرين بيوم القيامة؟ وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كيف يجزي الله سبحانه وتعالى المؤمنين يوم القيامة؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.